الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجزء الرابع في المحاضرة التاسعة، نتكلم عن صلاة التطوع. قلنا أن من أفضل الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يزيد عن الفرائض، ما يقوم به المسلم من عمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل زيادة على ما افترضه الله عليه. في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من أراد أن يحبه ربنا سبحانه وتعالى يزيد من التطوع، وزيادة التطوع هذا أن يحافظ على السنن التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد ما شاء. الصلاة هي أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن فيها ذكر، وفيها قرآن، وفيها ركوع وخضوع، وفيها سجود وتواضع لله سبحانه وتعالى، وفيها دعاء، وفيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلام على عباد الله الصالحين، وأشياء كثيرة جدا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تعدوا نعم الله عليكم ولا ثوابه لكم إذا استقمتم. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أبو أمامة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر لا يظهر فوق رأس العبد ما دام في صلاته. يعني ينثروه، الملائكة تنثر الخير كناية على نزول رحمات الله سبحانه وتعالى ما دام في صلاته. طيب، حكمة مشروعية التطوع. التطوع في الصلاة هو بيجبر الخلل في الفريضة، يعني السنة في الحساب. بيسأل: هل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة. طيب، يبقى السنن دي زيادة ترفع الدرجات. صلاته فيها خلل، يبقى يأخذ من التطوع يجبر الخلل الذي في الفريضة. يبقى التطوع شرع جبراً للصلاة لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص. أبو هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا لملائكته: وهو أعلم، انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. يعني يتم ربنا سبحانه وتعالى نقص الفرائض مما أداه العبد من التطوع، فيتم له ما نقصه من في من صوم رمضان مثلا بصيام عاشوراء، أو صيام 3 أيام من كل شهر، كذلك في الصلاة. أقسام التطوع: عندنا تطوع نوعين، عندنا مقيد بالصلاة قبل وبعد الصلاة، وعندنا مطلق. طيب، المطلق ده ليس له سبب معين ولا عدد محدود، زي الضحى، زي قيام الليل، زي الصلاة بين المغرب والعشاء، هذه سنن غائبة. تدخل المسجد يصلي بين المغرب والعشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل ذلك في بعض الأحيان. أيضا المقيد له عدد محدود وسبب معين، سبب أن صلاة الفريضة يكون تابع للفريضة، وإما أن يكون غير تابع لها، وإما أن يكون سنة مؤكدة أو غير مؤكدة. طيب، إيه التطوع المطلق؟ في أي وقت ينشرح صدر الإنسان يقوم يتوضى ويصلي ركعتين، ولا يتقيد بعدد محدود، يصلي 2، يصلي 4، له أن يسلم الركعتين، له أن يسلم بعد 4 متصلات، وبينوي بالصلاة وجه الله تبارك وتعالى. البيهقي راوي إسناده أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عددا كثيرا، فلما سلم قال له الأحنف بن قيس رحمة الله تعالى عليه: هل تدري إن صرفت على شافع أم على وتر؟ قال: إلا أكن أدري، فإن الله يدري، إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. كل صلاة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ولم يكن لها سبب معين، ولم تكن تابعة للصلاة المفروضة، هي من التطوع المطلق.
وكل صلاة لها سبب معين، سبب معين، زي تحية المسجد، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، أو تكون تابعة للصلاة المفروضة، فهي من التطوع المقيد، تطوع المقيد. السنن التابعة للصلاة المفروضة اللي هي المقيدة يعني 12، منها مؤكد 12 ومنها غير مؤكد. المؤكد 12 في حديث أم حبيبة السيدة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين فيما أخرج الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم ولا 12 ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها يبقى 6، وركعتين بعد المغرب 8، وركعتين بعد العشاء آلي 10، وركعتين قبل صلاة الغداء قبل صلاة الصبح 12. غير المؤكدة منها 16 أو 18، ركعتين بعد الظهر تضمان إلى الركعتين المؤكدتين، يبقى 4 قبل مؤكد و2 بعد مؤكد و2 غير مؤكدتين. حديث أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. 4 قبل العصر أو ركعتان لحديث أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. رواية أبو داود عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين، ورد أثار بالركعتين والأربع، وبيخير العبد بين أن يصلي ركعتين فقط أو 4. طب والأفضل أن يصلي 4 لكثرة الثواب. طيب ركعتين بعد أذان المغرب بين الأذان والإقامة قبل الصلاة مستحبة عند بعض الشافعية والمحققين من العلماء. الحديث عن ابن حبان والبخاري أيضا عن البخاري عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين في مروى ابن حبان، وأنس يقول في مروى البخاري كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، السواري اللي هي الأعمدة، يبتدرونها يسارعون الوقوف اتجاهها وعن يمينها وشمالها وشمالها يقفون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، هم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بينهما شيء. في رواية لمسلم يجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. 4 ركعات بعد صلاة المغرب بالإضافة إلى الركعتين المؤكدتين فصرنا 6. عمار بن ياسر يقول فيما أخرج الطبراني رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقيل إن هذه الصلاة 6 دول سموهم بعض أهل العلم صلاة الأوابين، وقيل إن الضحى هي صلاة الأوابين. 5 ركعتان قبل العشاء، عبد الله بن المغفل النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل آذانين، آذانين أذان وإقامة، صلاة بين كل آذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. هذا الحديث يدل على استحباب التنفل بين الإذان والإقامة لكل وقت، غير الخصوصية التي قالها النبي للمغرب. طيب 5 ركعتان بعد أو 4 بعد العشاء بالإضافة إلى ركعتين المؤكدتين في حديث أخرجه أحمد وأبو داود لقول شريح بن هانئ سألت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما صلى العشاء قط فدخل علي إلا وصلى 4 ركعات أو 6 ركعات. من هذا البيان المتقدم نعلم أن السنة التابعة للصلاة 30 ركعة أو 28 ركعة، 12 ركعة مؤكدة و16 أو 18 غير مؤكدة، غير مؤكدة. طيب والسنة المؤكدة هي ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها ورغب فيها أكثر من غيرها. السنة غير المؤكدة هي التي يواظب عليها ولم يرغب فيها مثل ترغيبه في فعل السنة المؤكدة. المسلم المحب للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحرص على أداء جميع السنن رغبة في ثواب الله عز وجل وتقربا إليه. إيه حكمة التنفل قبل الفرائض وبعدها؟ ابن دقيق العيد
قال هناك حكمة في تقديم النوافل على الفرائض وتأخرها عنها، معنى ممتاز لطيف مناسب. أما في التقديم فلأن النفوس لاشتغالها بأسباب الدنيا بعيدة عن الحالة الخشوع والخضوع والحضور التي هي روح العبادة. لما نيجي نقدم النوافل على الفرائض النفس بتأنس بالعبادة، تتكيف بحالة تقرب من الخشوع، وأما تأخرها عنها فقد ورد النوافل جابرة لنقص الفرائض، فإذا وقع في الفرض خلل ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذي يقع به، لكنه لا ينوي بتنفله جبر ما وقع في الفرائض من نقص لعدم العلم، أولا بالنقص الذي وقع في الفرائض، ثانيا لعدم تحققه من قبول النوافل التي يصليها، وبالتالي عليه أن يصليها صلاة سننا فقط بنية السنن فقط، ويترك الأمر لله سبحانه وتعالى، فهو الرحيم الرؤوف بعباده.